سير سير سير، هذا غير الحصة الأولى، مازال الحصات الأخرين. شوف هذا، شوف فقاعات، شوف فقاعات. سير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وزول الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين. أما بعد، هذا كتاب عند محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى من طرق هذا المكان من عمار وزوار، فإن لنا ولكم في الله سنة وكتاب وحجة. إذ كنت أيها الخادم مولعا زنديقا مقتحما فاجرا مقل بسحر بمس منفور ببغدة بسحر قبر في مقبرة وطير في الطائر عمي في ماء في جيفة في نجاسة، فادعوك للخروج أو للنطق طاعة لله وطاعة لأسم العظام، وليس طاعة لي وليس طاعة لأي مخلوق من قبل، أن نطمس وجوها فنردها لأدبارها أو نلكم كما لعن أصحاب السبت كان أمر الله مفعولا. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما كنتم تنكرون. وقال الذين كفروا ربنا أرينا الذي أضلنا من الجن والإنس نجعله تحت أقدامنا ونكون من الأسفلين. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتل أولى الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لا مدخلني مدخل صدق، واخرجني مخرج صدق، واجعل لي من دونك سلطانا نصيرا. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.